الوضع الأول كان صعب. من حوالي سنة ما كانش فيه أسفلت. كانت الدنيا بالليل ضلمة ضلمة كحل. ما كانش الواحد آمن يعني إنه يطلع. لما كانت الدنيا بتمطر علينا كنا بنغرق وما نعرفش نمشي يعني. تلاقي الدنيا بره البيت روضة. مجرد انك تطلع من البيت كده ما تعرفش تطلع. كانت الدنيا متبهدله، الصرف كان تعبان، يعني العيشه كانت صعبه. عشان ما تتأخرش على المدرسه. حاضر يا ماما. ركز يا خالد في دروسك. حاضر يا ماما. الطوارئ بقالها حوالي سنة، كل حاجة اتغيرت. الكاس والتخت كانت متكسرة دلوقتي جديدة. الأستاذ كان بيكتب على السبورة مكانش الحروف باينة، كان مش بنشوف حاجة دلوقتي وقال بنشوفه جديد وبيكتب ونشوفه وننقله. عاوز اطلع دكتور اطفال. النهارده هنختبر خدنا درس مساحه المربع ومساحه المستطيل. هناخد عليه سؤال، ولو عندي مربع طول ضلعه 5 سنتي عايز نجيب مساحته، مين يعرف؟ ماشي يا خالد، الرقم كام؟ 25 سنتيمتر مربع. برافو عليك يا خالد، برافو، شاطر خالد. انا اول واحده بنصحى في البيت، بصحي جوزي أول حاجة، فطره وروح شغل، وبعد كده خليته يروح المدرسة. هو خالد الأول طبعاً كان بيبقى لما بروح المدرسة كنت بنبقى قلقانة عشان، لأن الأول كان بيجي يقول يا ماما صراع الحتت من السقف بتبقى علينا، السلالم كان ممكن يقع من على الدرجة يتعور، نبقى قلقانة عشانه خالص. دلوقتي الحمد لله هو أصلاً بيبقى حابب إن هو يروح المدرسة. كنت بنبقى قلقانة عليه لما بيطلع في الشارع، دلوقتي بقى جد مطمئنة عليه لأن الشارع أصلا دلوقتي بقى أمان نظيف، مسفلت ما عادش فيه قلق منه. جيت من المدرسة يا خالد؟ الحمد لله على السلامة. عملت إيه في المدرسة؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. خدي الأكل وديه لأبوك في الغيط. أنا مزارع على دراعي، أنا عندي قطعة أرض صغيرة بنزرعها. الغيط بنزرع شوية قمح شوية ذرة. شوية عباد يعني. طبعا كنت لازم ما تكفيش احتياجات بيتي واحتياجاتي. فبنضطر بقى ايه نطلع نشتغل عند جاري، عند حد عنده شغل ايه يومية كل يوم مثلا، بحس ايه يعني نجيب يومية ده ايه يعني على دراع، نجيب رزق يوم بيوم زي ما بيقولوا كده. عملت ايه في المدرسة النهاردة؟ حلو. تمام يعني؟ تمام. هتروح النادي؟ هتروح النادي بس ما تتأخرش بالليل. أنا عضو في الجمعية الزراعية في منطقة زاوية الصدر. قدمت عشان أترشح على الناس اللي أنا منهم عشان نحل مشاكلهم. طبعاً العمل العام ده أنا مبسوط منه لأنه عمل تطوعي، نبقى أنا نفع لغيري وعمل خير بعد كده نستفاد بيه عند ربنا. الخدمة الجماعية اللي قدمها الفلاح بتوفر له الأسمدة، بتوفر له التجاوي، بتوفر له المبيدات، لو في مشكلة ولا حاجة بتحلها له. ده العمل ده كله عمل للجمعية وعمل للأعضاء. عايزين نعرف وسائل تطوير وترشيد الري عشان نشرحها للفلاح يستفيد منها. احنا نقدر نكلمهم عن الري بالتنقيط، بيحتاج فيه مضخه رئيسيه موجوده عند مصدر المياه
تاني حاجة محتاج خط مواسير بيتركب على سطح الأرض. تالت حاجة ودي نقطة مهمة خالص، بتبقى عندي حاجة اسمها نقطات. النقطات دي بتبقى متركبة في خط الايه المواسير اللي موجود عندي. جزء من عمل التطوعي من جانب الفلاحين نرشدهم على الأسمدة، نرشدهم على مشكلة في الزراعة، مشكلة في الأرض. أنا عندي الذرة في إصابة كده الدودة بتاكل في القلب كده. ما بلعمتهوش أو رشيته أو؟ بلعمته قبل كده ورشيته بس الإصابة بدأت. طب فريحك برسيم؟ ريح مني برسيم. اه تمام. ان مشكله البرسيم بيعمل فكس. فكس ايه؟ فراشه بتفكس في الذره بتشغل الدود، يعني بعد يومين ثلاثه من الرش او التبلعين تبص تلاقي الدوده اشتغلت تاني. دي مشكله. المشكله الثانيه الارض بطاطس، الموضوع اصعب. فانت ممكن تكون رشيت حاجه ضعيفه. في الشارع أو على الطوب وكل الكعب اللي بيتكسر ما كناش بنعرف نلعب خالص. دلوقتي أنا بتدرب في مركز شباب اللي في البلد. الأرض الأول في المركز كانت بايظة، كان عاملينها أسمنت وكان فيها مطبات. دلوقتي بقى في نجيلة بنعرف نلعبه، وملعب مساوي بنعرف نلعبه. يعني هنا زمان ما كانش فيه إلا مدرب واحد، دلوقتي بقى فيه مدربين مش مدرب. أنا بحب ميسي ومبابي ومحمد صلاح. بحب ألعب مهاجم. التغيير ما ننكرهوش. الأول كان الصرف، يعني صرف أهالي اللي عنده أبار زي حالاتي كده، يعني إيه عشان خاطر تستعمل المية تستعملها بالحكمة. لما جه الصرف اشتغلت براحتك. عمود الإنارة دلوقتي حسستنا بالأمان، يعني أنت ماشي أنت تروح أي مكان بالليل زي بالنهار. كنا فاكرين إن المعيشة اللي إحنا كنا عايشينها عادي، الناس كلها عايشة كده، أنا زي جاري زي ده زي ده، فعرفنا إن ده ما كانش عادي. البيت دلوقتي اتغير عن الأول خالص. الأول ما كانش في مية في البيت، كنت بملم عند جيران. دلوقتي الحمد لله المية بقت في البيت، والمية نفتح الحنفية نغسل مواعيني وأنا مرتاح عن الأول خالص. الحيطان ما كانش متمحرة، الشبابيك ما كانش زي ما هي موجودة دلوقتي. الشبابيك دلوقتي بقت تمام، وسلك وجزاز وشيش. أحلى حاجة في الدنيا إن أحس إن أنا عايشة حياة كريمة. Thank you.